سلام. الحمد لله. شتي يا ولدي، حنا حتى حاجه ما عندنا هنا، ما عندنا لا شوارع لا الماء تيقطعوه لا حتى شي حاجه. حتى حاجه ما عندنا، والو حتى حاجه. بانت لك شي حاجه كاينه هنا في هذا المعزيز؟ عاد شو حاجه كالزباله دايره لينا الخنز البهايم؟ ما كاين ما نقول لك. وصافي الماء الحاجه شحال هو مقطوع تقريبا؟ 15 يوم وحنا مقطوع علينا الماء، ما جاناش كاع بالروبين، جا نسقوا عنه رسال. يعني اذا كتسقيو كتخلصوا الفواكه وتنخلصوا الشهر يعني دابا راه قول من العيد الكبير تعطيو لينا نهار ويجلسوا 15 يوم. يعني 4 شهور ولا 3 شهور؟ راه من العيد الكبير 4 شهور هادي ما كاينش الماء عندنا، وزادوا لينا واحد النهار قطعوا الضو من الصباح حتى العشيه، ما كاين حتى حاجه عندنا ولدي، حتى حاجه حتى حاجه ما كاين عندنا. واش معاكم في الفواتير ديال الخلاص يقولوا نقصوا ليهم؟ لا ما كاينش ما كاينش ما كاينش. الضو هذاك الشيء اللي تيجينا تيجينا، الماء هذاك الشيء اللي تيجينا تيجينا، ما كاين شي تغيير ما كاينش. وانت تشوف الحاله ديالنا كي دايره، الشوارع انت تشوف لا تيران مقود لا شي حاجه دايرينها للدراري فين غادي تقروا، لا سبيطار لا الجماعه على الشفره، غنقولها لك انا بالعربيه الشفره عندنا في البلاد ما كاين حتى حاجه. والرشوه حاولتوا تدويو؟ عطيتي شي حاجه للسبيطار تشد شي دواء؟ ما عطيتيش؟ تيقول لك عمرك الورقه، يقول لك سير شري. واخا الحاجه فايت لكم، درتو مشيتو عند القائد او لا رئيس الجامعه قلتو ليها المعاناه ديالنا وخصك دير لنا وتفهم؟ مشينا 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 ما كاينش هذاك الشيء، والو ما كاين حتى حاجه من هذاك الشيء، ما كاين حتى شي حاجه ولدي. انت تشوف الحال ديالكم لما تبغيو توصلوا الحاجه. حنا تنطلبوا من المسؤولين يديروا لنا شي حاجه، يديروا لنا شي حل، اذا داروا لنا حنا الشانطي، يديروا لنا تيران، يديروا لنا يديرنا السبيطار وعاش الملك. حنا دوك السلام الدراري اللي ولاد البرجوازيين، راه كاين اللي تيعيش في التيران تيلعب تما، حنا تنلعبوا في الزباله هنايا. هو اللي انتخبتي عليه تيبقى يقول لك ندير لك ندير لك، تيقاد ديك الطريق من تيقاد تيمشي ياخذ فلوس تيديرها في دارو، وماشي حق هادشي. راه حنا بغينا تيران، بغينا شحال من حاجه نعيشوا فيها. ما عندكمش تيران؟ لا هاجي اخويا شوف كاع انت تشوف الزباله حدا. لا ما كايناش، اسدوها كلشي تيتسد علينا حنايا كدراري وكشباب ديال المنطقه. شنو بغيت؟ بغينا حقنا حتى حنايا، بغينا بحال هذوك اللي عايشين فوق، حتى حنا بغينا نعيشوا فوق. ملاعب وقور كلشي بغينا نلعبوا، كاينين التنس اللي تيلعبوا الدراري شحال من واحد، مو بغيتو راه كاين اللي تيلعب الراب، كلشي دابا كلشي شحال من واحد. كاين عندكم مواهب؟ كاين شحال من واحد في منطقه المعازيم؟ كاين بزاف، راه بزاف، راه كاينين الكوايريه ولكن ضايعين، من تيضيع تيضيع تيخرج للبليه. كاين شي جمعيات؟ ما كاينينش. شكون اللي يجي لك للمعز؟ ما يجي لك حتى واحد. شحال من واحد عايش هنايا؟ مع تيجلس مع تيمشي للبليه، ما كاين لا قرايه لا والو، القرايه تيسالي قرايته تيخرج. شي يدير ما تيقول لي باش يحبسوا الدراري هنا القرايه؟ هنايا التاسعه تيحبس، تيقول لي الله يعاونك سالت لك قرايه. شكرا. السلام عليكم. سلام ولدي. ممكن الحاجه تدوي لنا على المعاناه اللي عندكم هنا في المنطقه؟ ضايعين هنايا المعازيز عندنا، ضايعين. غالي تبعناه كيمشي كيقضي شغله كيمشي بحاله، ياك ما عارفين لا سبيطار عندنا، ياك هذا العام زاد لينا الماء، كنشريو الماء يا ولدي، كان اللي وصل 9000 ريال 10000 ريال ديال الماء كنشريو دابا الماء. اييه كاين الدار دابا اللي واصله كاع العيانه واصله 4000، ياك وحشومه عيب. كتخلصوا الماء للشركه؟ وكنخلصوا دابا، كتجي ورقه كنخلصوا. تخلص الشهر كامل؟ الشهر كامل. لا ما خلصتيش كيقول لك نجي نحيد المكانه. علاه؟ راه عيب وحشومه. اي راه عيوبين حتى حنا يا وليدي شويه حشومه كاع. ما بقاوش حنا في عباد الله؟ ها الماء راه شي حاجه مهمه. الماء دون اخرين كلشي مقدم، وحنا والو والو اللي تبعنا كنخرجوا والو. درتو شي شكايات؟ مشيتو للجامعه للمقاطعه؟ لا كنمشيو غير هنايا للجامعه. هنايا هي اللي كنمشي. يعني وصلتو لي مصوصكم قلتو خصنا الماء؟ هي خصنا الماء، كيجي القايد اش غيدير هنا؟ صحابين الماء اللي غادي يكونوا بينا. هي المسؤوليه ماشي ديال القايد. ماشي ديال القايد، القايد غير كيوقف معنا. وليدي ما كاين ما نقول لك، اش غادي نقول لك؟ حنا مكرفسين بزاف. الشباب الحاج الوليدات؟ الوليدات مكرفسين، لا في البلاصه اللي يمشيو للكره، لا البلاصه فين شي جريده يخرجوا نخرجوا عنده، حنا لا خرجنا كنخرجوا لا الزباله حاجه كولدي، حاجه جوكم، ها الزباله عندنا، ها الحديقه عندنا، هي هذه. نقول لك. الرساله ديالكم لما تبغوا توجهوها؟ انتم شوفوا ولدي، انتم في الكافيه.
ها؟ صاحب الجلالة أكيد. أيه أيه، حنا ضايعين بزاف. نقول لك حنا العيالات لا خدمة لا ردمة لا والو، لا البلاصة فين نقرا غنقراو رانا ما عارفاش ما قاريش. بالنسبة للسبيطار الحاجة اللي بغات تولد هنا اللي جا، ما كاينش ما كاينش والو، تولد ولا تموت في طريق. ها غاتولد ولا تموت في طريق ويردوها. نقول لك راه مشات المرأة في هاد السيمانة وصلت الطريق ماتت، خلات وليداتها باقيين صغار. مات في الطريق. اي لابيلانس، وما كتبغيش لابيلانس تهز. دوز عند راسمي تاع هادي الجماعه، الجماعه تعطي 100 درهم دير المازوط عاد ديك لابيلانس. لما نسيت الاجراءات لا 100 درهم من هنا لهي، وما لا مشينا لا مشيتي للرباط 6000 ريال 6000 اللي غادي تعطي. ونقول لك اوليدي حنا ضايعين بزاف. ما خلصتيش بزاف؟ ما خلصتيش جلس موت موت. شكون مسوق لك؟ ما مسوق لك حتى واحد. نقول لك وهاد الدراري دابا اللي دايرين بيك، ما كاين حتى البلاصه فين غيلعبوا الكره بحالهم بحال الدراري. راه شتي المدن كاع فيهم ها، والحاله ديالنا راه شتيها. معاناتها ها؟ ياك ولا لا؟ وراه شتي ولدي كل شيء. نقول لك هاي لا اله الا الله. اي شكرا اولدي، الله يعطيك الرضا، الله يعطيكم السترتا انتوما. سلام خويا. سلام. كتحدث لنا على المعاناه والمشاكل اللي كتعاني في هذه المنطقه. هذه المنطقه خويا كتعاني من الماء، كتعاني حاشاك من الازبال، كتعاني من الفقر، كتعاني من بزاف ديال الحوايج. هاد الناس هادو وضعوا الثقة في واحد الإنسان هنايا، زعما جات هو وعدهم بالكذوب، قال لهم صوتوا عليا كاع يعني ربي لكم أنا يعني الطلبات ديالكم، وهاد حتى حاجة ما كاينة. هادي اش كيبان لك هادي؟ واش الطريقة هادي اللي خارجة اللي ما عرفتش شحال في الميزانية؟ الطريقة هادي كيبان لك يعني هنا الماء عندنا ثلاث شهور هادي هي مات كورونا، ما كاين لا ماء، الأزبال موجودة وتيكذب على عباد الله. بالنسبة للمياه أستاذ واش كتخلصوا الفواتير ديالكم؟ الفواتير الفاتورة اللي كتجيك راه كنخلصوها، وكيديروا فيهم اللي بغاو هما، ما كنعرفوش واخا يعني كتستهلك غير داك الشيء قليل، وهذا يعني ديما الفاتورة كتجيك غالية، الماء والضو المهم كتجينا الفاتورة غالية يعني. كاين قطاعات مستمرة. المهم غتمنك غير نهار ولا كوك تيزيدوا عليك 30 درهم. بالنسبة للشباب هنا والأطفال كيف غادي؟ الشباب مساكين هنايا راه ما عندهم لا بديل لا والو، راه ربما أنت كتشوف هذه راه الشباب هنايا راه ما كاينش يعني، راه كلشي عايش هنايا معذب. تنوجد المسؤولين هنايا، المسؤول اللي كان ممكن يجيو يتجهوا الانظار ديالهم ويجيو عندنا لهاد المنطقه هذه ويشوفوا كي دايره. اي مرشح كيصوتوا عليه تيوعدونا غير بالكذوبات هنايا، ما كاين حتى حاجه. وهذا الرئيس هذا راه ما تيبانش عند الناس هنايا، كاع ما كيجيش هنايا ما كيجيش. وسيب لي في الطريقه هذه، الطريقه هذه اللي غادي تدوز عليها بلاتي ان شاء الله ملي غادي يطيح الشتاء، يعني راه وقت الشتاء هذه غادي يطيح الشتاء وغادي تشوف الغيوسات هنايا، يعني راه خصك بوط خلي جيت الكودرون ليه، هذه اللي كنت غادي تجي للدار ديالك هنايا. هادشي اللي كاين. شكرا. تحياتي. مشاهدين قناة صوت العدل الأوفياء، كما شفتوا معنا المعاناة ديال الساكن والمعاناة ديال الشباب والمعاناة ديال الأمهات وديال الآباء، لا من ناحية تعبيد الطرق، لا من ناحية الماء، لا من ناحية الكهرباء ربما مرة. مشاهدينا الكرام كما عهدناكم دائما الرأي المواطن، شكرا جزيلا. وكذلك لنا عودة للمنطقة غدا إن شاء الله، باش نحاولوا أننا نوصلوا ولو معاناة بسيطة ديال المنطقة. وكما عهدناكم مشاهدينا الكرام الرأي المواطن، وشكرا جزيلا.